هاي هاي كيفي؟ Good. So we're rolling. طيب cool. Ready. كل هيدي التكنيكاليتيز بعملها لواحد يتحضر نفسيا. اوكي. عرفتي انه الضو مش ضابط وظبط الميكروفون وما بعرف شو. هو بيكون واحد هيك عم بحضر الضيف تبعه. لا لا. Yeah, yeah, but don't worry. I'm very comfortable. You have a good energy. Oh, thank you so much. بس لا حتى لإلي يعني انا بحضر حالي نفسيا. اوكي. فانه مظبط ضو وكذا لانه عرفتي to jump in quickly بتكون الشغله صعبه. لانه it's a challenging البودكاست it's something يعني انت you're in front of the camera all my life انا I've been behind the camera. اوكي. For you you need that. For me okay. yeah I need that. بس انت شكلك معوده. No I'm very comfortable with the camera. That's great. Yeah. Paula said thank you for coming to my podcast. Thank you for having me. سمعت كثير عنك و as a entrepreneur, business woman, طموحة وهيك اخذت some heritage from your parents or grandma و you expanded. خلينا نجرب نحكي بالعربي مثل العادي انا بجرب بس بتطلع معي بالانجليزي. سو انت بلشتي بالفاشن اول انطلاقة انه كانت لك انه حولتي البزنس تبع your parents عملتي onto a digital form e-commerce. Yes. And then you started to explore more وبلشتي تشوفي success. خبرينا عنك اكثر. انا my project بلشت هي project my senior project بالجامعة. My mom and my grandma يعني بلشوا ستة كانت بالحرب تياب ببيتها وبعدين كبروا صار عندهم بوتيكس so صاروا reference in the fashion بشمال لبنان so بتعرفوا هنيك الماركت is مش saturated so you can always شو بيقولوا تعمل monopoly على الماركت so كانوا معروفين بهيدا الشيء ولما كنت بالجامعة my senior project كان branding for Mademoiselle Paula. So my project was نقوة من أحسن عشرة بالجامعة وبعدين جابوا جوري وطلعت number three بمي project وقلت لحالي ليش ما استعمل the branding that I did ونقله digital لأنه أنا ما يعني أكيد بشوف حالي كنت بكمل بالفاشن لأنه كل حياتي فيها وربيت فيها بس ما كنت عارفة من وين بلش. So لما شفت هيك تخرجت بعد شهرين فتحت شركتي وفتحت my e-commerce so نقلت كل شيء physical into digital كان بوقتها بعده بلش ال e-commerce بلبنان وبعدها trend جديدة وحتى نحن كأنه عم نجرب يعني sorry it's alright. بس انت you were influenced by your parents. Yes. حتى الميجر اللي أخدتي انه basically لأنه الجو no. البيت no. my major my mom كان بدأ يعني عمل fashion design كانوا بيتوقعوا مني أفوت ميدسين. أوكي. لأنه علاماتي كانوا كتير منيح بالمدرسة so I was life science so this was the direction بس قلت لها ماما أنا ما بتشبه شخصيتي الميجر تبعي يعني I cannot أنه بدأ شخصية للواحد يكون حكيم نياله يلي بيقدر يكون حكيم لأنه عن جد it's رسالة مثل ما بيقولوا يعني كنت صريحة مع حالي قلت لها no way قلت لها اوكي ما بدي كان اعمل فاشن I will find something in between لانه كان مصرة اني فوت على الجامعة انه فكرت فاشن بتعرف الاهل كيف يفكروا نقيت اعمل advertising and marketing وعملت ماين راديو تي في حسيت انه شوي بيشبهني والحمد لله فادني بماي سوشيال ميديا later on لانه I use it for my content creation على طول بفهم شو عم بيصير behind the scenes etc etc. طيب بس هي بالمجال الفاشن حست حالها انه كان شغل مشوار صعب بالنسبه لها يور جراندما ابدا اكشلي ماي مام شوي عكسي يعني ماي مام ما كان مدينه اشتغل امي حدا تعب كتير بحياته واشتغلت اهلي طلقوا فهي كانت ذا وان مان شو بالبيت يعني عم تشتغل وتكون ذا ماذر واتسترا فكان بدينه بس انه خلص اخذ شهاده واخذ لك بركه وظيفه هيك فور ماي سكيورتي واتجوز هيك كان بده يمكن خايفه عليكي ومثل ما قلتي انه خافت قلت لي ما بدي اياكي تقطعي يلي انا قطعت فيه تشتغلي وتتعبي و يا بس اتس فور يو اتس ا بيوتيفول جورني اند سكسسفل ستوري بعدين شو قالت لك لا نحن اول شيء كنا كثير نتخانق اول ما تخرجت شي واز سو اجينست مي يعني
تذكر تخرجت يعني بالزور سحبت منها $10,000 لبلش شغله يعني بعد 100 مشكر وهيك، مش لانه هي ما بدها تعطينا او ما بدها تو سبورت مي، بس بتعرف ايام بقول منيح اللي صار هيك، لانه لو ما صار هيك انا اي وودنت هاف بوشت ماي ليميتس وما كنت قدرت اعمل اللي عملته بوقتها بلبنان، لانه صرت بتصير تلاقي حلول من تحت الارض يعني لحي الله مشكلة بدك عندك بدك حتى تسبتي لها كمان yes. انه انا ماي مام اصلا ما امنت بشغله او قبل ما صاروا الناس يجوا يقولوا لي بنتك عم تعمل هيك وبنتك هيك. تو سو انت اللي عملتيه عملتي نيو بزنس ولا اخذتي البزنس تبع يور مادر اند يو تشينج ات انتو ديجيتال او no. كان عندها ستور كان عندها yes. هي عندها بوتيك انا جيت عملت اي كوميرس عملت ويب سايت سو الناس بيفوتوا اونلاين بيعملوا شوبينج في عندي كان ستوك من عندها سو طبعا كانت عم تنبسط بالبيع اول فتره بس ستيل منا فاهمه انا شو عم بعمل كيف كان بعد السوشيال ميديا مبلشي و I was driving the followers عم بعمل awareness على الويب سايت عم بعمل advertising ونحن حتى ما كنا فاهمين how to approach the online audience بوقتها يعني كان كله جديد فتشوف البيع بس انه نو كوماند لما الناس صاروا يقولوا لها انه بنتك منحضرها نشوفها عم تعمل هيك متابعينها اتسترا حتى صار يجي عندها مور كلاينتس بيست على ماي سوشيال ميديا هون صارت you know. صار في بزنس yeah. قالت لك اي ويل انفست او اعطيتك ساعدتك لا اكيد بعدين صارت تدعمني اكثر بس انا خلص يعني وصلت لمرحله اي didn't need any more صرت انه بس اذا مثلا let's say اي نيد تو ستارت سمثينج او لازم اعمل انفستمنت صغير بشيء اخذ منه ردل يعني عرفت هلا okay. اول ايام ستارت اب يعني سو هون بلشت تصير لوس اكثر وصارت هي انه تنبسط بس كل الوقت ماي مام براسها انه بوقتها هلا تغير شوي هير مايند سيت بدينا اتجوز ما بدينا اشتغل اتسترا طب واي نوت طب بس رجعتي كاي كوميرس رحتي على الانستغرام كايند اوف اي كوميرس ولا فتحتي ويب سايت نو ويب سايت ات واز ا ويب سايت فيو بيمنت جيت واي اكزاكتلي من ماي انستغرام حط لهم اسم الويب سايت وبيبل يوز تو جو اونلاين اند شوب وكان الشوبينج كل من ال من ال من ال from your store from Lebanon or yeah, yeah, yeah. or you have لا I had created. different يعني نحنا on the website we used to أول شيء curate we used to كمان to produce كمان كان في ثلاث معامل بلبنان بنشتغل معهم و we used to import as well كنا نجيب تياب من يعني فساتين من برا لأنه the point of the website is we don't sell brands we sell style وأهم شيء كان يكونوا الناس عندهم accessibility يعني الأسعار تكون منيحة for evening wear لأنه بتعرف بلبنان كل موسم عندك minimum كل شخص عنده 16-17 عرز ومش رح تدفع حق كل الفساتين super expensive so أنت you want something accessible something stylish وبذات الوقت you want to change يعني great وكنت عم بتحطي أنت مثل ما بتقولي إنه you are giving them a style يعني ما كان في إنه ستور وبدون هني ينقوا so أنت you collect whatever you yes. like as your taste yes. it's like my closet online exactly yeah. which is something كمان smart لأنه ما بيكون في already ما عم تشتري البضاعة صح إنه no, بيكون no, no. في ما عندي stock ولا شيء it was stock. a very profitable business yes yeah. طيب أوكي okay. بعدين أنت قررتي إنه تتركي لبنان بهديك yes. عملتي no. your own brand ولا لا اول سنه الويب سايت ب 2000 يعني اخر 2016 فتحت الويب سايت 2017 it was a great year for the website طبعا I was doing pop up stores ببلدان different بلدان بايجيبت عملت بجوردن بدبي حتى وقت I was connecting with my audience وبذات الوقت inviting them to shop so it was something really interesting طب when you say pop-up store can you explain this يعني روح مثلا لنقول جينا على دبي بتذكر اخذت البور روم بارمانيا اوتيل عملت مثل exhibition for a day طلبت من my followers يلي او من my clients يلي they are used to shop on the website to come check the collection واجا ناس وشافوا it was a really nice one وعملت نفس الشيء بجوردن وعملت نفس الشيء بايجيبت اوكي سو طب كيف بلشت اول شيء الانستغرام كيف يعني انه هلا عم تعتمدي على يور اودينس يور فولورز اللي هن على الانستغرام طب هاو ديد يو درايف هاو ديد يو بيلد ذا اودينس ليك شو انا انستغرام اجا بالغلط انا قبل انستغرام كنت حدا كتير برايفت حتى فيسبوك ما كان عندي يعني ما كنت انتو سوشيال ميديا او اني تايب اوف لايك فيرتشوال بلاتفورمز ليتس سي
بس بأيام الجامعة بتذكر كانوا كل صاحبي like I was very popular for my style. فكتير ناس كل وقت يسألوني شو لابسة ومن وين جبت التياب واتسترا وبدنا منهم قلن أنه from my mom يعني. So ما حب أنه أحمل غراض وروح بيع بالجامعة. So this is why the idea of the website came. قلت أنه أنا بستحب when it comes to money. So من هال مع أنه أمي تاجرة وستة تاجرة يعني بس ما عندي هالكاركتير كان بوقتها يلي انه بعرف ساوم وهيدا عارفه يعني اطلع بنص الغراض ببلاش يعني اوكي لاصحابك فقلت لحالي لا هالسيستم ما بيمشي معي خليني احطهم بويب سايت اضبط هي فكرت وثقبت كان يعني لما هون قلت بتعرف شو كنت نازل انا بحب اتصور والبس يعني قلب فاشن سو كنت نازل صوري فاشن بيجز يعملوا لي ريبوست باول ايام ويجيني كتير فولوز بس كان بعدني برايفت على انستغرام لحالي طلعت هيك لقيت انه it's a great opportunity انه انا اذا الناس شافوا شو لابسه عجبهم بيروحوا على الويب سايت سو يعني هيك كانت هالقد بيسك قصه انستغرام وهالقد ما كنا كثير فهمانين شو عم بيصير يو نو سو اي ديد ات وبتذكر اول نهار فتحت في الويب سايت اي سولد فور لايك بتذكر بعدنا الرقم يعني $1,500 ام لايك او ماي جاد ذس از اميزنج يو نو انه شو هيدا انه واو ما كنت عم بصدق انه اي واز 24 25 وما عم بصدق وهيك وبلش بعدين البيع صار يكبر صاروا يزيدوا الفولوورز صار يكبر 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 البيع on a daily basis I'm like oh my god like what an opportunity business yes طيب great مين ساعدي كمان يعني الاي كوميرس مرات بيكون سهل هلا صار انه maybe Shopify او او different ready pro platform بس in your case at that time كيف كان تكنيكلي الموضوع كان صعب كان صعب لانه I ended up paying like 10 times more what should I originally pay لانه ما كان عندي knowledge ما كنت بعرف عرفت بس هيدي a struggle of any yes. beginner عرفتي كيف وانا كان عندي مشكله واحده هلا بندم وما بندم عليها انه انا تخرجت ما عملت experience بمحل ما عملت ما شفت كيف how do they operate كنت عم اشتغل من راسي يعني انا I did ومن من مش background business انا background advertising marketing. and marketing so it took me يعني تعلمت من كيس مثل ما بيقولوا so this was شوي فوبا عندي بس انه هلا now that I look back at it بحس انه قوتني بمحلات وضل عندي اياها نقطة ضعف بمحلات تانية بس الحلو باولا انه ما كان هدفك تربحي وهيدا يعني هيدا اي شخص بحب عنده باشن عنده هدف بده يوصل له بالبدايه بيكون بس هيز جاست وانا ساكسيد ريجاردليس اذا عم يدفع من جيبته او يو نو انا لليوم يعني لليوم كل شيء بطلعه من ماي ورك اي ري انفستد ان ماي ورك طب ذات اميزنج بس سمعت عملت كثير مصاري ولا راحوا كلهم بلبنان راحوا بلبنان راحوا بلبنان ايه فكنت عم كملك بعد ما خلصنا الويب سايت 2018 ب 2017 صار عندي لايك فيري بيج كولابوريشنز وذ انترناشونال براندز منها بياجي باريس لوريال الفيف فبوقتها ات واز ريلي نيو فور اس يو نو انه لايك يوزوالي يو سي سيلبريتيز دوينج ذيز كامبينز فبتذكر ميبلين نيويورك كمان هن بارت اوف لوريال جروب they came to me and they loved the website and قالوا لي بدنا نعمل لك اكسكلوزيف ليب كيت فور يور ويب سايت and we did it and it was a major success سوبر ستاي it was no it لانه انا مثلا من day one I always بحط كونتور مثلا حتى بعدني لهلا بحط كونتور with lipstick لهيك كبر شوي بالشرق ما بحب انفخه بوقتها so عملنا انه it was inspired by my style اكثر so it was a lip kit في بقلبها lip liner with the lipstick that I love the most with my picture and my branding Mademoiselle Paula Times Maybelline New York فبوقتها it was really successful الحمد لله يعني I get approached from L'Oreal Group Iraq فكان they wanted like the owners they wanted يعملوا لي full makeup brand for me قلت لهم guys أنا يعني حتى لهلأ this is my makeup يعني maximum okay I put I explore colors بس مني هيدي البنت يلي بشوف حالي I'm promoting makeup all the time heavy makeup يعني أنا I look for unique products I cannot ما بحس إنه أنا the makeup girl فهمت شو قصدي so قلت لهم no I cannot do it بس أنا I love lip liners so let's do a lip liners brand وبلشنا على أساس نشتغل على الموضوع وأخذتني يعني ما مش الحال لأنه أيام بالحياة
في ناس بالشغل بتفكر short term بتقلك hit and run, وأنا بوقتها كان بعد نبلش أنا عطول I'm a long term thinker, يعني عطول بفكر على المدى البعيد. قلت لحالي هلا if I do يعني براند من حي الله رح تكسر لي اسمي, يمكن تقتل لي my credibility which is هيدا الشيء الوحيد اللي ما فيك تشتري وتبيعه ال credibility تبعك especially with the online audience. فقلت لحالي لأ, I said no. قالوا لي مجنونة, حتى إنه بيصروا له يعملوا له full makeup brand, إنه بيقول لا, وبوقتها إنه prestige واسم. I'm like no, ما بشوف حالي فيها. بس great, يعني هاي بتعطي yes. مصداقية, لأنه أول شيء أنت هلأ صرت أنه you're actually people trust you لأنه عم تعطي your style, أنت الأشياء اللي أنت بتحبيها genuinely. I would never want to introduce a product ما بيشبهني, عرفت؟ يعني حتى لهلأ أنا كتير براندز بقلها لا بشغلي لأنه عن جد ما بتشبهني أو مني مقامنة فيها أو ما بحس أنه عن جد أنا يعني ما بدي أنا أصور هالكباية اليوم وأنا أكون بس بستعملها اليوم وحكبها بس لا يشتروها الناس. I don't want to do that. يعني مش ما يعني my values أول شيء ما بيخلوني أعمل هالشي, وتاني شيء يعني هيدا تفكير long term. وقت أفكر short term, أوكي أنا عملت هالدعاية, I took my couple of thousand dollars ورحت نمت عاد رواء. No, يعني sometimes you lose a lot in life لأنه you settle for something that is يعني full of temptation. وغلط هالشي, وهالشي كتير ناس بتوقع فيها بتوقع بالفخ حتى بحياتها, إن كان بشركة إن كان whatever they are working في بأي مجال يعني. فقلت لا, وبالعكس لهلا أصحابي يعني قلت له إنه sadly إنه ما فينا نشتغل مع بعض لأنه أنا I don't have this hit and run mindset in work. وما مش الحال, فبيجوا بتجي شركة تانية they approach me for this, لأنه الميدل وومن يلي كانت بيننا وبين المعمل شي صار شو عملت أنا, لأنه أنا كتير شاطرة بالبرودكت ديزاين عملت فول براندينج فور ات اتسترا. سو هي كتير حبت, قلت لي مش معقول ما تعملي هالبروجكت, فرجتها لانفستور تاني وأنا ما كنت عارفة. سو ذا اذر انفستور ابروتش مي, ذيس انفستور هاد ا برفيوم براند, ويعني كيف برميت وهيك بوقتها اتس لونج بروسيس يعني مثل فتحت عيوني على البرفيوم وورلد وقررنا نعمل برفيوم. وعملنا البرفيوم طلعت ب جولاي 11 2018. كنت كتير خايفة لأنه بوقتها كان صاير كتير مشاكل على البروجكت, وحطيت أنا رجعت أخذت الانفستمنت from the investor, I did not want any partners, وحطيت كل مصرياتي فيها بوقتها. It was like my first money اللي مجمعته. I did يعني it was a full risk. فقلت ما عرفت شو بده يصير, وأول مرة بفوت بالبرفيوم بزنس ما بعرف شو بدي أعمل. We launched PC&F, which is one of the biggest, it's actually the biggest cosmetic shops in Lebanon. On the day of the launching, C&F باعوا أكتر مرة بتاريخهم on a launching date of any perfume brand. Wow. So it was like shocking to everyone. حتى أنا بتذكر قبل بليل البنات اللي بيشتغلوا C&F عم بيقولوا باولا نحن الاونرز ما بيأمنوا بالبلوجرز, يعني انه نحن اسم يعني بليز خايفين انه بكره تفشل الايفنت ما يجي حدا اتسترا اتسترا. وانا كان عندي كتير ضغط لانه كان صار معي مشاكل بالبرودكشن, مشاكل مع الانفستور اتسترا. فبتعرف هيدا الليله اللي عم تلعب رولات وخلص مش عارف شو بدك تعمل. سو اي ستيل ريمبر ذس نايت سو ويل, والحمد لله تاني نهار ات ونت فيري ويل. ضليت البرفيوم number one selling perfume لخمسة شهور. It was sold out twice, fully sold out. I had to produce again somewhere else. وهولي كلهم behind the scenes طبعا. هيدا بي يعني تقريبا mid 2018. كنت بعدك بلبنان. بعدني بلبنان. 2019 was a great year as well. بلشت great. كنت قلت لك رجعت بما انه شفت the work went so well, the investment went so well, رحت كبرت ال investment 5 times more. يعني كل شيء قلت لك انا كل شيء بربحه بماي ورك برجع بعمل له reinvestment فيه. خلصت the second batch ب mid 2019, نزلناها. نحن بتعرف يعني when it's a wholesale business انت بتبيع للريتيل. فانت بتقبض بعد 3 شهور, it's not like you get paid on spot. So نزلت ب جون جولاي. القبض كان ب يعني لا actually نزلتها عملت ال first year anniversary والله نسي الايام بقى بتعرف قد ما في قصص براسنا. So وقت القبض يعني بعد ما حطيت 5 times more the investment وقعت الثورة بلبنان.
اوكي بس انت يور ماركت واز ان لبنان ان لبنان اوكي واي واز اونلاين ان جي سي سي بس على بلاتفورم واحد okay. كان بعد يعني بعدني بدي بلش فوت على الجي سي سي اجت الثوره طبعا بتعرف شو صار سكروا البنوك سكرنا كل شيء okay. لا يا ريت سكروا البنوك بنوك اوكي وين اي هاد وين وقت بعد الثوره يعني بعد ما سكروا الشهر ورجعنا فتحنا كان وقت اني اقبض ماي ريفينيوز قبضتهم باللبناني كنت احترقت العملات سو يعني حتى لو رجعوا البنوك اي ويل نوت جيت ماي ماني باكزامبل يعني سو ذس از ات واز شوكينج فور مي ام لايك انه انا صار لي 4 ييرز ما عندي بيرسونال لايف ام وركينج نون ستوب لايك ا روبوت اند اي واز فيري هابي قلت لك ام اول اباوت ذا اتشيفمنتس اوف ماي ورك يعني طلعت هيك قلت او ماي جاد انه I lost everything literally. يعني this was something حتى كل تقلي فيه. My website was we were selling online. ناس تدفع يفوتوا على البنك ما فينا نقبض. ما في شيء صح؟ Yeah. It was a disaster. بس طبعا أنا بوقتها ما فكرت هيك لأنه بوقتها كنت كتير emotional وأنا كنت كتير vocal بالثورة وما كان بالي قلت خلص إنه شو منعمل إنه أنا بالي إنه نجرب إنه قلت المصاري بترجع يعني عرفت؟ بالي إنه نزبط الوضع بلبنان يعني إن شاء الله. ونزلت على الثورة؟ نزلت وطبعا كتير أخذت تهديدات نون ستوب يعني تهديدات بال يعني مش إنه مثلا مساجات أو هيك لا تلفونات ناس تلحقني it was really scary it was actually a traumatizing experience لإلي قلت أنا I don't have any place in this country anymore يعني بس تهديدات اجتك لانك مشهوره لانك انفلونسر لانك مع انت قادره ما كان في كثير ناس فوكل غيري ما اجتهم هالتهديدات ما بعرف يعني it was really scary يعني تخيل انت بتكون قاعد فجاه بيجيك تليفون من والمشكله انه لما الزعراني هددوك زعران السلطه اكيد حدا بيعتهم بس امين الزعران ما عنده شيء يخسره بده يبيض وجهه مع معلمه سو هالشي بخوف اكثر من لما يجيك اوفيشال تهديد من الروس الكبيره لانه الصغار ما بيفكروا سو قلت لحالي انا شو انه اي هاف ناثينج تو دو هير اني مور ام ان انتربرينور انا قبلس انا قعدت 3 اشهر بالطريق ايام الثوره قلت لحالي رح اعمل وجبات تجاه بلدي تجاه حالي تجاه اذا ان شاء الله الله عطاني اولاد اذا حيكون في فيوتشر جينيريشن وحسيت انه خلص كل شيء I had هيك يعني قشط قدام عيوني خسرت البزنس خسرتي حسيتي عم تخسري بلدي مش خسرت بلدك. البزنس لا خسرت المصاري بالبزنس which هيدا الشيء بيرجع مزبوط. يعني هالشيء ما بخوفني عقد ما بخوفني اخسر حالي بس طلعت قلت انا هالبلد ما بيشبهني اذا بدي ضل فيه او انه ما بيساعدني بقى يعني شفنا نحن الزعرانية اللي صارت الضرب القمع اتسترا وانا حدا ما بعرف احكي لغه الفايلنس انا يعني انا بتذكر في نهار كنت عامله كلاس على جسر الرينج مع استاذي بالجامعه عم نعمل عم نعلم الناس كيف يعملوا proper civil disobedience يعني عصيان مدني اجوا علينا ضربونا استاذي صار راسه كله دم يعني فانه انا مثلا مش رح اروح اعرف اضرب واحد فقلت انا I cannot communicate with them so كيف بدي ضل هون يعني انت بتحارب شيء بتقدر تعمل communication معه او بتقدر تفهم لغته ولا بتفهم لغه السلاح ولا بتفهم لغه الزعرانه ولا لغه الشارع so كيف بدك تحكي معهم طب انت لقيتي انه هيدا الشيء مثل ما قلنا لانه عندك لانه صوتك مسموع حسيتي انه كتير الاتاك عليك اكثر وكيف كان يجيك التهديدات على السوشيال ميديا على التليفونات يدقولي كذا مره حدا يلحقني يصورني بالطريق يعني it was really scary وصار ينترك لي رسائل بسيارتي يعني it was scary my god yeah. وبعده هالشيء عم بيصير anyway yes. so انت اكتشفتي انه انت مثل ما قلنا انه ما عملتي بزنس انت عملتي براندينج عملتي your own yes. name وكل شيء عملتيه بالبزنس it was just an experience وما في شيء راح مثل ما قلتي راحوا المصريات بس ما في شيء راح لانه no, لانه your skills are there هلا انا بوقتها كنت فكره اني خسرت كل شيء بس بعد فتره لما تقعد وتفكر لانه انت وبقلب المشاكل ما بتكون عم تفكر سو so بس تقعد وتفكر ويو كلير يور مايند بتصير تطلع بالقصص بغير طريقه بتصير تقول انا باولا انه اوكي انت خسرتي مصاري خسرتي يور انفستمنت بس انت ما خسرتي يور سكيلز انه انا اللي عملت حالي انا هو لي ماي سكيلز مش انه كان في حدا عم بيشتغل لي فقلت انه ما خسرت ماي سكيلز الحمد لله انه اي ستارتد بيلدينج ا نيم اي كان فيني ارجع عمر يعني كب يعني اي كان بيلد اب اون يس اكزاكتلي فقلت لحالي وانا هون بوقتها كنت نقلت على الامارات اخذت قرار اني انقل
قلت أنا I need an environment تحتضني كأنتربرنور لأنه I have a vision, I need a healthy environment فيني أشتغل منه, ما بدي كتير resources لبلش بس بدي a good place لأقدر أشتغل منه. وجيت لهون January 4, 2020 وصارت قصة كوفيد. بس كنت براسي عاملة financial plan, يعني أنا سبحان الله كيف الإنسان أيام بيكون محضر حاله. بتذكر أنا لأنه لما جيت we didn't have access to our money, so بعت جولري, بعت غراض وعملت financial plan. قلت خلص هو اللي اشتريتهم برجع بجيبهم, I don't care. عملت financial plan لست شهور, قلت خلص أنه أنا I live on this budget. لكنت قلعت, يا بقلع والماركت هون بخوف لأنه في 100 واحد عم بيعمل أكتر, في 1000 واحد عم بيعمل مثلك, في بنات كتير أحلى منك, يمكن more expressive, more influential, etc. etc. بس قلت أنا ما بدي أفكر بهالطريقة, I'm gonna treat myself كأني عم بلش عن جديد من السوشيال ميديا, بس هالمرة أحسن لأنه عندي more experience. So this is how I looked at it. ومن هون كل my perspective غير كل شيء, يعني صار كتير قصص تتغير قدامي. بهول أربعة أشهر بتذكر قعدت I started focusing on my, قلت ما فينا أعمل شيء, we cannot work. وقتها كان the pure lockdown. صرت أشتغل على my content بسناب شات, قلت لأنه GCC audience is on Snapchat وصار يكبر my snap. فخلص اللوكداون, ظهرنا من اللوكداون, بلش يجيني أكتر شغل, صاروا الناس تسمع فينا أكتر, صار يجيني more pocket money مثل ما بيقولوا for my to keep surviving. من بعدها I get approached by an investment company for my perfume. طبعاً ضيعت سنة ونص لهلأ منه, يعني لأنه أيام الناس أيام المشكلة بدبي, مش بدبي يعني, إنه إن وقتها تكون بمحل جديد. نحن بلبنان كلنا بنعرف بعض مين هيدا, we understand, نعرف backgrounds بعض, so ما عنا هالوقت اللي بدنا نعمل فيه background check عن الناس. تعرف انت تليفون تسأل هيدا من وين كيف ليش, everyone بيعطيك سير الزيتي مثل ما بيقولوا. So when you are in a new place, ما بتعرف الناس من وين جاي, ما بتعرف كيف بيفكروا, بتفكر انه بيفكروا مثلك etc. So sometimes بتقعك بمشاكل لانه براسك انت مش انه هالشخص مش معقول يكون اللي عم بيعمله عم بيأذيني, او هو مثلا باك جراوند ومنه خرج منه خرج يشتغل هيك بروجكت معك. سو هذا الشيء كمان اخرني هون لانه خلاني اني اعلق بهالدوام مثل ما بيقولوا. سو مينوايل كمان another company approaches me, هيدا البراند كانوا حابين يشتغلوا معي من few years بلبنان وما مشي الحال وقتها. بس قد ما حبيتها للبراند زعلت لانه كنت كثير عم بشتغل عليها, وسبحان الله برمت الدنيا وإجيت. I partnered مع Quell Collagen Water, it's a collagen brand, a collagen water brand. عندهم a new technology in collagen which is really fantastic and it's the future. لأنه usually هن ما لقيوا شيء جديد, collagen موجود بس لقيوا حل أكبر مشكلة بالcollagen هي الabsorption بالجسم. Anyway, long story short, I jumped on board لأني كتير بحب للبراند وبلشنا نشتغل عليها. وهلأ we launched it in UAE وإن شاء الله we are working on Saudi Arabia next step لأنه we are almost 80% there وعم نكبر الماركت فيها. طب نايس, beautiful. بس back to the عم تقولي يعني we know in, مثلا some people we know them in Lebanon نعرفهم أو كذا أو الباكجراوند دغري. No, يعني when you want to work with someone أنه background check is very important. هلأ إذا بنحضر مثلا على Netflix هول تندر سويندلر أنا ما بعرف شو, when you are in a big city أو أنه anywhere بمحل ما بتعرف الانفيرمنت فيه, it's easy انك تكون victim for crooks. فهمت؟ So مثلا when you live in a community where everyone knows everyone, it's so easy. كلنا بنعرف انه هالشخص مثلا نصب على هالشخص او عمل على هيك الشخص. It's easy to point them out. انا عندي رأي مختلف بهيدا البوينت. Yeah, please. لانه بحس اوكي في لما when you go to a bigger city او a professional city او a stable market. مش ما بدي اقول bigger city, يعني يمكن خنتني الكلمه, خليني اقول in an environment جديده ما بتعرف فيها. Yeah, بس انا بعتقد بهاي الانفايرمنت الجديده بيكون في different mindset وفي set of rules you have to follow differently. وهذا الشيء اللي أنا عطول بقوله للأشخاص اللي جايين من background
إذا من لبنان أو من كوميونيتي شوي صغيرة to an international city. Yes. الفرق إنه هونيك بيلعب دور الإيموشنز والعلاقات. Yes. Which هيدا بدك تخليه on the side. Yeah, it took me a while أصلاً. So لما لأنه أنا صار لي فترة بهاي الماركت وهون الماركت is professional. So we deal on a professional levels. And مثلاً بصير في conflict لما بيكون في العلاقات أو البزنس ريليشنز عم تعتمد على الفرنشيب أو على بعرفك وبتعرفني which is something أنا I appreciate but this is very wrong I appreciate the professionalism yes no what's wrong هو following your emotions exactly. بالbusiness this is what I'm saying أنا هيدا I struggled a lot لأنه يعني هيدا another one thing is this and another thing إنه نحن بلبنان للأسف من وراء إنه أنت ما في شيء بيمشي بلا واسطة معودين على هيدا إنه كل شيء بالهين قالوا أعمل حل يعني سوري أنا كنت لفوت my perfume كان لازم أرش 100 حدا عرفت شو قصدي يعني هيدا بس حبلش لك فانه هيك كنا نشتغل يعني which is غلط فانا هون كان عندي كذا assignment to restructure myself on a personal level on a business level on a whole environment يعني environment level افهم to understand the system فانا the past two years literally حتى الناس من my social media بيلاحظوا انه باولا انت شوي بعدانه انه ما عم بقول لهم قلت له يعني امبارح I was sitting with a marketeer وعم نحكي قلت لهم انه To be honest, I was really busy restructuring. Manna hayne, no, to restructure all yourself, the way you perform, the way you, الطريقة اللي بتشتغل فيها is really hard. حتى your mindset, you need to تعمل configuration عن جديد براسك, the way you approach people, the way you look at people. أنا مثلاً بتطلع بالناس عند مشكلة. ما بتخيل إنه معقول حكمة اليوم يأذيني. هذا غلط. هالشي بيوقعني بمشاكل. انه بقول انه نو واي انه مش نو واي يعني مثلا بيكون حتى عم بيقول لي باولا هالشخص عم يجرب ينصب عليك او هالشخص عم بيوقعك بمشاكل بقول له اكيد لا انتوا ليش بتفكروا هيك طريقة بشعة بتخنق معهم بس هيدا غلط you know what I mean لانه نحن جايين قلت لك في different people في ناس بيحطوا دغري بيحطوا مثل نية العاطلة او بيحطوا يعني النيجاتيف until he proves the other side عرفتي كيف وفي ناس انا مثلك يعني انا من الاشخاص اللي دغري بياخذ positive input أول شيء أو دغري بياخد بحط النية المنيحة أول شيء بالشخص لا يثبت العكس وبتوعك مشاكل أكثر لأنه بس في أشخاص دغري عندهم شك من أول مش قصة شك هن برافو عليهم لأنه it's not check بس أنت عم تعمل filtering أنت عم يعني بس باولا my point إنه you will struggle a lot إذا واحد يعني أي شخص بده يبلش يعمل background check وكذا وهيك رح يتعب كتير أكيد مش على كل شخص في set of rules موجودة برات الانفايرمنت اللي أنا شفتها بلبنان وأنا I know وعشت هون كل عمري هون في شيء من الاحتراف ومن الرولز مثلا ما بتلاقي يعني Which انا ولا مره صار معي مشاكل بالبزنس مع اي شخص لانه في بروتوكول يو هاف تو فولو which is amazing في احترام في ايميلز هول الشغلات اللي بنلحقهم وما يعني ما بنلحق تليفونات وقلت لك وقال لي وهالقصص exactly. so هيدا الشيء من شانك انه it's a different mindset بعدين بتلاقي انه once you set the program or the rules things will be smooth. So much easier. So much easier. ما أنا it took me two years to restructure all this, to understand all this. وهلا بحس إني وصلت لمرحلة شوي ارتحت صار فيني انطلق منها based on understanding the system, etc. فعم بقول لك إنه this was really إنه an interesting process صراحة يعني حلو إنه كيف we evolve كناس نحنا حتى كmindset, كthe way we approach. طبعا أنا speaking of إنه الشك بالناس it's not that ما فيك تشك بكل حدا بتقعد معه ولا بتتعب نفسيا بس عم بحكي when it comes to people بدك تشتغل معه طب ما هالpartnership مثل الزواج الشغل يعني إنه أنت عم تفوت ببارتنرشيب so بدك تفهم كل شيء حواليها كيف how it functions the process etc so this took me a while والحمد لله لا بقول تعلمت إن شاء الله يكون إنه وقت قصير بس إنه تعلمت طب when you did the brand the perfume لما حدا بده يعمل perfume أنت بتبلشي مع براند already موجود بغيروا البراندينج تبعه no. وبيعملوا لك recipe معينة ولا you start from zero from the manufacturer من style تبع البطل يعني take me with this process كيف لك شو في different processes for doing a perfume طبعا في the one you mentioned وفي another one where you create your own mold etc or you go with the perfumer to find your character etc etc هلا انا اول ما بلشت ما كان عندي experience فيها كتير
I gave my inspirations on different scents that I personally like. يعني شو بيشبهني شو بحب كيف والcharacteristics كيف بشوف المرة. So I found common مثل ما بيقولوا إذا بدك inspirations. I chose from it. Okay, and so you chose the scents, the perfume, which كبطل بتلاقي إنه في أشياء أنت عملتي design مع جديد أو it's something that you find it in a way and you just adjusted وغيرتي له شكله يعني بس كبروسس لأنه هيدا كتير أشخاص بهمهم إذا عم يعملوا بزنس في عندك two options. اوكي في عندك two options قلت لك فيك تعمل you create your own mold وفيك تختار من different molds already موجودين factories بيعطوك اياهم. اوكي طب cool back to the fashion. عملتي fashion show عملتي your own brand so اوكي كنا بإيكوميرس وبزنس وهيدا بعدين شو اللي خليكي انطلقتي هيك بفاشن شو حضرته كتير حلو وجبتي your mom and your grandma tell me about it. لك هيدا الفاشن شو كان عنده رمزية أكتر من إنه انطلاقة شيء جديد. It was thank you. It was I wanted to pay gratitude. يعني كم بدي أشكر أمي وستي for paving the way for me in the fashion industry. وقدي هن they inspire me. يعني هن كتير يعني هن لعبوا كتير دور بحياتي. يعني إن كان ستي مرة بأيام الحرب قلت لها كانت تبيع ببيتها هي اللي اهتمت بعائلتها لأنه جدي خسر معمله. فانه بتطلق وحتى ماي مام لما طلقوا هي وبي هي كمان كانت يعني شيء توك ريسبونسبيليتي في ناس بتترك اولادها وبتمشي يعني فور مي انه هيدا اول شيء بتطلع فيه بقول ان شاء الله يا رب اقدر اعمل لاولادي وان داي مثل ما هن عملوا وضحوا كرمالنا لانه تضحي كرمال حدا از ريلي هارد. فحبيت انه هيك يكون تريبيوت لهم تقلهم ثانك يو وفرجون قد ايه هن دي انسباير مي لو منتخنق بقصص تانية بس انه the main values are there و I wanted to celebrate them. وبالفعل يعني بتذكر اول comment بعد الفاشن شو كل الناس دمعوا they felt so emotional and were like oh my god this was really touching انه to see how you are celebrating them. ف yeah it's amazing يعني برافو عليك وعن جد انه الماما او التيتا او هيدا عن جد مثال لانه المراه القويه اللي عم بتشتغل واللي عم بتساعد عائلتها ولو عائلتها مثل ما قلتي انه يمكن مثل ما بمر باي عيال انه بيكونوا بيفترقوا مع بعض ضل المراه هي دي تساعد وربت بنت بتعقد مثلك. ثانك يو. واتس يور فيوتشر بلانز وهيك شو غير حكيتي عن الكولاجين ووتر يس and what other plans you have قلت لك like the short term plans هن هلا يعني واخيرا قلت لك after 2 years of restructuring rebranding myself مثل ما بيقولوا افهم وين الله حطتني صار عندي اكثر clear vision صار عندي وقت اكثر to focus back on my content the way I started before لانه حسيت انه the past 2 years I was just like a magazine ما حسيت انه I'm doing something that is inspiring me as well يعني انا حتى بفكر is this inspiring me قبل ما فكر لأنه if it does not inspire you it won't inspire other people. So هلا عاملة content plan جديدة عن جد I'm so excited to be working on it coming very soon an awareness campaign for Lebanese يعني on voting and the importance of voting to change. Of course I'm gonna focus more on women empowerment content والحمد لله صار عندي شوية أكثر وقت أو at least صرت عندي the energy to do it. On the other side, it's like I'm opening new markets with the Quell Collagen Water. So this is لحاله almost a full-time job. We are working on the brand. وما بدي أقعد شي بالperfume بس there's a light at the end of the tunnel مثل ما بيقولوا يعني we are inshallah working on something. هيدا for the short-term plans. Long-term plans, of course, يعني I want to keep doing what I'm doing, building my community, focusing on the person, the best version of myself, مثل ما بيقولوا, on a personal level, on a career-wise, وطبعاً on every aspect in my life. يعني حلو الواحد يشتغل على كل شيء بحياته. يعني do not neglect your health, do not neglect your beauty, do not neglect your career. Your personal life, your love life, etc., etc. So if you manage to balance between all this, inshallah, كل حدا بحقق his long-term goals in a healthy way.
لانه ايام واحد بحقق his long term goals على حساب شيء ثاني. من مظبوط. You mentioned that before, and yeah. you take care a lot of your own space or time. Yes. وبتاخذي وقتك بتوعي بكير وبتاخذي yes. وقتك قبل ما تفكري بتعملي رياضه. Healthy routine. Healthy routine. You don't want to, you mentioned something, you don't want to lose yourself, يعني even if you were in any process. هي اهم شيء, لانه في ناس بتفكر انه انا هلا معلش عادة I neglect this, بعدين برجع بهتم بصحتي مثلا. طب ما ايام صحتك بتروح من قدامك وانت مشغول عم تعمل شيء تاني, بيخسر الواحد. ما في الانسان لازم يعمل بالانس بين the most important aspects بحياته. لانه بدي اقول لك شيء, when you have a healthy routine in your life, يعني هيدا الوعي بكير مش لانه مجبوره اوعى بكير, انا ما عندي دوام, بس انا كرمال الديسيبلين بحياتي. يعني في شيء, في theory I read about it in a book وعن جد كثير انا عتني, I think it's better to express it احسن ما انا قاعد افسر لك. الإنسان شو ما عنده هدف بحياته, إذا السيستم تبعه يلي هو نحنا جسمنا طريقة تفكيرنا etc. صح, it's a proper system, بيصير أسرع يوصل لهدفه. وحتى أيام لو ما عنده هدف لأنه هو ماشي صح رح يوصل لشي يمكن هو ما كان فاهم أنه هيدا الشيء بده إياه. فهيدا الشيء بيأثر الوقت, بيريح, بيخلي الجيرني سموذر. اما if your system is bad, انت مشغول كل وقت عم تحل مشاكل your system, ما فيك تمشي وما فيك تعمل progress بحياتك لقدام وتوصل لأهدافك إذا your system is bad. So this is something really important. ناس بتنساه وبتفكر انه لا معلش بعدين ما عنده وقت. لا, ما في شيء اسمه ما عندك وقت. بتخلق وقت, بتعمل balance. ما العالم الأشخاص عندهم طموح وفي وقت معين من 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 حياتنا, بس كون شباب بنحط كل وقتنا وننسى حالنا. غلط. بس you're 100% right. ما تركت الرياضة و أكيد بيقطع إيه مثلا بقصر شوي بس برجع بلحق حالي. يعني لازم باولا, you're a big inspiration. عن جد أنا كتير انبسطت فيك. Thank you so much. وحسيت بكل كلمة قلتيها yeah, honestly. You are really a big inspiration for a lot of women. Thank you so much. You're building your brand as a name for you. مثل ما قلتي واحد إنه أهم شيء يبني اسمه وحاله ويخلي legacy وراه. يعني أنا for me the biggest goal in life is to keep a legacy behind you. يعني one day تحس انك you did something for the future generation, for اذا مش قادر لكل الجنريشن at least for the people that are related to you, لأولادك, حتى the people of your family, your community, etc. It's very important to think like that. لما الانسان يبلش يفكر هيك كل الابروتش تبعه بشو ما بيعمل بحياته بيتغير. I think your legacy is being yourself and you are very focused على هيدا البوينت, you are on point وعم تختاري كل شيء عم تعمليه. لما عملتي البراندز تبعولي كنت عم تعملي اشياء بتحبيها انت وعم تختاري whatever it is as a business or a makeup, كنت عم تنقي الاشياء اللي انت بتحبيها لانه ما بدك شيء ياثر عليك ويغير لك your character. Yes. It's very obvious, كثير واضح. و good luck. Thank you so much. كثير انبسطت فيكي. وانا كمان. Thank you so much.